استشعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية مادة استشعبية عدالة جبرائية سيادة وطنية عدالة وإنما حددنا نقاط الخلاف اليوم بيننا وبين وزارة التربية حددناها مش اليوم، حددناها منذ وقت طويل. قلنا أنه ثم نقاط رئيسية للخلاف اللي هي التقاعد واللي هي المنح الخصوصية واللي هي يعني وضعية المؤسسات التربوية والحكومة. إذا كانت هذه المبادرات هي مبادرات المناورة فهذا يعني أن الحكومة يعني لا ما زالت لم تعي جيدا أنه السنة الدراسية مهدة، إذا فتتحمل مسؤولية. احنا قلنا مستعدين لمفاوضات جدية، مستعدين لإمضاء اتفاق. مسألة السنة البيضاء أو موجودة وجودها من عدمه ملقى على عاتق الحكومة وهي التي تتحمل المسؤولية.